معكم بلغازي سيدي الزوبي رئيس جمعية تجار السمك بتقسيط السوق المركزي. أولا رمضان مبارك سعيد للجميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. هو اللي كاين هو في شهر رمضان معروف كاش عبر السنين أنه تيكون الضغط على الحوت الأيام الأولى د رمضان، تيكون إقبال كبير من الناس، وخصوصا أن المغاربة مولفين في المائدة إفطار بالحوت وتيديروا الشيوات. كاين وكاين هناك مواد في الحوت اللي هي غالية، وكاين مواد الحوت اللي هي شوية في متناول الجميع. مثلا الحوت اللي عليه الطلب كاين الكروفيت الكالامال، وكاين باش يعمروا بريوات الميرنا. اما القشريات راه في متناول الجميع، القشريات ما عندهاش ما كاينش فيها الطلب في هاد لابيريود العشريه من الاولى، راه تتكون الاثمنه طايحه. شنو السبب باش كيرتفع الثمن ديال الحوت؟ هو الطلب، هو العرض والطلب، وبلوس دو سا هو العرض والطلب، وزائد ان 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 احنا في هذا رمضان جينا في واحد لابيريود اللي شويه الحوت قليل، الحوت قليل في السوق، والمواد اللي تتكون قليله في السوق تيكون على الضغط من الشناقه، وتيكون على الضغط من البيع والشرايه، ترتفع الثمن ديالها. واخا كتشوف ان الشناقه هما سبب الزياده؟ وتا هما سبب، هو جينا نهضروا في الواقع، هو جينا نحللوا الدومين ديال الحوت. هو راه تتبقى الوزاره الوصيه هي المسؤوله الاولى في تدبير الاسواق، لان في حق الاسواق نقول نكونوا واقعيين بحكم التجربه ديالي، ان الوزاره الوصيه قنن حيت بعد تقنن. شنو قننات؟ قننات البريمير فونت. البريمير فونت هو البريمير هو 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 هو, هو البريمير فونت هو البلاصه اللي تيجيو لها البركوات وتيبيعوا التاجر مباشره. بالنسبه للدوزيام فونت كاينه عشوائيه، كون قنن حاولت الوزاره انها تقنن الدوزيام فونت، اي يكون ربما يتقنن السوق، وربما ينعكس على 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 الاثمنه ديال الحوت. يعني مع المده ينعكس، وكان شويه ديال التقنين ينعكس على الحوت. كيفاش كتعاملوا مع المواطنين اللي منين كيجيو كنلقاو الحوت غالي، كتكون حضرت في الاكيد شويه، كيفاش كتعاملوا معاهم؟ والمواطن صعيب باش يتفهم الامور، ونقول لكم بصراحه شي الضحيه في هذا الحوت هو البائع الشاري بالتقسيط، اخر حلقه هو الضحيه في التجاره، لان مسكين هذا التاجر مغلوب على الامر ديالو. الا بغى الحوت خصو يطلع له الدار البيضاء، سمعت؟ الا بغى الحوت خصو يطلع له الدار البيضاء، ولا طلع له الدار البيضاء خصو يصير عليه واحد 30 ولا 40 الف فرنك ديال الطريق، وخصو يدير مجهود باش يجيبوا للمواطن. المواطن ما تيعرفش هذه المعاناه ديال البيع الشاري بالتقسيط. المواطن تيجي تيقع عندك الحوت تيقع بسهوله، تيحاول انه يتجاوب معاك ولا ما يتجاوبش معاك ولا يتشطر معاك، هو ما عارفش على المعاناه، ولا كنت تيبقى الضحيه هو البائع والشاري بالتقسيط. والمسؤولين انا تنطلبهم انهم يقننوا الاسواق، يحاولوا يقننوا الاسواق، راه مازال الدومين ديال الحوت مازال عشوائي اليومين هذا، رغم انهم تي هو 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 هو, هو البرنامج ديال اليوتيس اللي 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 تلقوه للوجود، وكان وحضر له تيحضر له التسجين ديال سيدنا. هذا البرنامج ديال اليوتيس من الاعالي البحار حتى الوكال، هما خدموا الاعالي البحار ديالهم وخدموا البريمير فونت بريميوم فونت، ونساو مساكن دوزيام فونت، ونساو الوكال، ونساو مازال تنتسناو انهم يتعاملوا معنا ويحاولوا يقننوا هذا الدومين، ويحاولوا انهم يصلحوا فيه الا مازال ما يتصلح، لان الا بقى غادي هكا راه تكون مشاكل وخيمه من هنا لقدام. عواشركم مبروكة، رمضان مبارك سعيد. بالنسبه للاسئله ديالك، الاثمنه ديال السمك فهي جد مرتفعه بالنسبه للثمن ديال السرديل، لقيناه ب 20 درهم، نقول ما كاين مشكل. بالنسبه للدرعي 200 درهم، بالنسبه للحوت البيض كاع كله غالي، بالنسبه للميرنا 70 درهم. ولهذا بالنسبه احنا الدوله ديالنا الحمد لله ديال المغرب اللي فيها البحر المتوسط وفيها يعني خصو كل الحوت يعني قل من الثمن هذا، يعني المسكين ما يقدرش يدخل السوق في هذا الموسم ديال رمضان، غير كيشوفوا مساكن كما كتشوف الحال وكيدوزوا.
اما بالنسبه للحوت الابيض راه هو يعني الثمن ديالو مرتفع جدا. السردين اللي لقيتو هنا ب 20 درهم بوحدو، اما الحوت الاخر الابيض كله من 70 درهم للفوق. بالنسبه للرمضان الحوت كيتسالك بزاف، ولهذا الثمن ديالو واخا تيتسالك بزاف راه الدرويش غير كيدوز من هنايا وكيمشي بحالاتو، شكون اللي كياخذ؟ الناس اللي مسك عليهم الله شي شويه. وفي الاحياء الشعبيه راه كياخذوا داك كابايلا السردين كياخذوا، كيكون واحد المرت يعني الثمن شي شويه على قدر الحال. الله يحسن العوال الدرويش في هذا رمضان، هذا الشيء ما نقولوا. انت كتشوف معنا اليوم احنا كتواجدوا في مارشي سونترال في الرباط، يعني كنشوفوا بان القدره الشرائيه ديال المواطنين اللي كانوا كيجيو يشريوا غير السردين اللي كانت ديال الفقراء ديال الدراوش اللي حنا كنا يعني كنديروا كوجبه ديالنا في الفطور، كانت شهاو السردين، كانت المقله كتقام ب 10 درهم، دابا المقله راه ولات كتقام ديال السردين 80 درهم 70 درهم، هتقول لي علاش؟ الزيت شحال دايره الليتر؟ السردين شحال داير؟ دابا انت في المارشي هنا السردين داير 25 درهم الا بغيتي الحاجه المزيانه، انت في الدار كتواجد واحد 6 ديال الافراد، يعني خصكم نورمالمون تاخذوا واحد الكيلو ونص حتى 2 كيلو، راه حسبنا الله ونعم الوكيل جوج بحوره والسردين داير 30 درهم 25 درهم. واش كنشوف واحد الناطق الرسمي باسم الحكومه انه كيبقى ينطق بان الاسعار منخفضه، بان الاسعار غنلقاو لها حلول، يعني غيدخل رمضان، ها رمضان دخل، ما شنا والو، شنا غير وعود الكاذبه، ما كاين لا وعود لا ما كاين، حنا بغيناكم تنزلوا للتيره ونجيو تشوفوا، ماشي تجي تهضر لي مع هذا اللي كيسقط بكوربه ولا جوج، واش مع هذاك اللي عنده الباركويات وعنده المشقوف في وسط البحر، راه هو اللي كيحدد لنا الاسعار. وحسبنا الله ونعم الوكيل. والحكومه راه عطينا الرساله بان تشوف تهبط للتيران وتشوف كيفاش دير مع الناس، لان ماشي تهبط لي واحد اللجنه اللي تقول لي تدير المراقبه ديال الاسعار ولا سميتو، حنا ماشي هادو اللي كنهضروا عليهم، حنا كنهضروا على هادوك الناس اللي كيعطيو لهادو، يعني راه كاينين الناس اللي ولاو كيتحكموا في القطاع ديال الصيد، تيتحكموا في القطاع ديال الخضار والفواكه ديال اللحوم، يعني هاد الشيء راه ولا بزاف على المواطن الضعيف اللي القدره الشرائيه واللي المدخول ديالو ما كيتجاوش واحد 100 درهم في النهار. راه خص الحكومه ان رئيس الحكومه شخصيا خصو يهبط ويسمع المعاناه ديالنا، كما هبطوا وداروا حمله انتخابيه وقلتوا بان كنصوتوا عليكم ونديروا لكم بان المغرب وكذا وكذا، وتا دابا هبط التيران وسمع الناس شنو كتعاني. راه ما يمكنش انك انت غير مريح ما عارفش الثمن البطاطا وثمن تاع مطيشه شحال داير في البيرو ديالك، حيت ما عمرك هبطيت تشريها. بالنسبه لغلاء الاسعار كاين، ايه ماشي ما كاينش، ولكن بالنسبه للاثمنه اللي عند اللي كيعطيوهم ديال الاسابيع عباد الله كاين ما عندهم الفلوس باش يشريو، كاين حيت ما كانش عندهم الفلوس ما غياخذوش السلعه نهار الاول وما ياخذوش نهار الثاني، غيوقف داك الشيء، ولكن الناس عنده الشعب عنده الفلوس، وما كانش عنده الفلوس كان كاع ما ياخذ السلعه. خويا الحوت كاين، كلشي كاين، كلشي موجود والخير عندنا موجود الحمد لله، الفلوس كاينه، كون ما كانتش الفلوس كاينه ما غيتقداش بنادم، على كتظن على كون على الاسعار هو غالي، لا عباد الله ما كيشريوش كيشريو اخويا، كاين عندنا الفلوس ماشي ما عندناش.